الفيلم يتضمن مشاهد قد لا تناسب الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال الأقل من 13 سنة. دابا الجوكر دابا نتهناو منه وجهو يشدوه، غادي نتهناو منه تنتي زعما يشدوه بحال غيعطيوه 4 سنين شدوا اليوم غيطلقوه غدا. المهم شوفي درنا حنا اللي علينا. عاودك الله يهديك. شوفي شكون ياسين كاس كيتسنى. اخبارك؟ كنت حاسه بي غادي يجي وحق الله. وسيري عندي شوفي شنو بغاك. يلا يا معايا. لا لا سيري انا نتسناك راه حنايا. طيب يلا ياسين. شنو كدير هنا؟ بصراحه ما عرفتش كندير هنا، كنت غادي للخدمه حتى لقيت راسي جاي هنا وكنتسناك تباني لي. ياسين سمح لي على البارح. انا غادي نسامح لك، ولكن بغيت نسولك سؤال واحد ومشي في حالي. اها سوري. واش الهضره اللي قلتيها البارح قلتها لي من قلبك؟ كنت عارف وكنت حاسس بلي فاتي اللي هضرات معايا البارح ماشي اللي كنعرف. سمح لي بزاف ياسين، البارح لا جرحتك بهضرتي، ولكن راه والله ما الخاطري. ملي ماشي خاطرك قولي لي شنو اللي خلاك تهضري معايا البارح فحال هكا؟ ياسين عافاك، خلينا نساو البارح ونبداو صفحه جديده. نبداو صفحه جديده بلا ما نعرف علاش درتي ديك الحاله البارح. غادي تعرف، ولكن قصه طويله وحشومه نخلي صاحبتي كتسنى. واخا انا غادي نمشي دابا للخدمه، ولكن في العشيه غادي نتلاقاو وغنهضروا مزيان. صافي صافي واخا يلا عار علاش التعميق. هاي هاي ويلي ويلي ويلي. شو بنت خالي جاشة دالا قارد عسكرية. وريكم جوش قادي مقام بغيك حتى الآخر نهار في حياتي. تأم وخليني امشي، باقا غنت غدو تبعاني الخدمة. علاش وش مخدمتوش هاد الصباح؟ لا الصباح كان عندي واحد الغرض انا وإكرام شي نقضينا. ويلي ويلي تي كامل انا وانا مخباري والو. اش من غرض هذا؟ وصافي راه قلت لك قصه طويله حتى العشيه غنعاود لك كلشي. يلا واخا تهلاي لي في راسك. حتى انت ردي البال. ضروري. ناري ياسين شحال رومانسي سعداتك بيه. راه هو اللي سعداتو بيا. وزيد اختي نطيبو شي حاجه اليوم تشوهنا داك خيتي في الصالون. اش نقول لك اختي راه فيما نطيب انايا. يلا نمشيو ناكلوها عند الصديق. ناري اختي تحاولي شي معكازه. يلا نمشيو عند الصديق ديالك من تما نزيدو الصالون. وعاودي لي شنو قال لك ياسين. تنتي اش غايقول لي؟ فين بنت بوزاكي؟ شنو زعما لعب شي لعبك بغات تردني ضحيه انايا ولا شنو؟ هيا قديري كامل داكشي اللي بنيتي بغات تضربي لي انت في الزيرو. لا خويا الجوكر حاشا حاشا. وانت هي دخلي سوق راسك سيري خنضر معاها هي. دابا انت شنو بغيتي من الاخر؟ كيفاش شنو بغيتي؟ وانت هي اصلا علاش ديك الهرشي بيا انا؟ وشنو باغا كديري مع داك البوكيمون اصلا انت هي؟ شنو كديري معاه؟ كون ما درتيش علاش كامل غنديكلاري بيك؟ وهذاك اللي كتقول عليه بوكيمون راجل عليك يا الشنكار ديال الخلا، وعمري ما غادي نتخلى عليه في طريق واحد ما كيعني لي حتى حاجه. كيعني لك والو؟ دابا انا ما كنعني لك والو، ومن قلتي اختي هاد الهضره قلتيها ودي معاك هذاك. كتجمع حوايجك ماك فين غادي؟ غادي غادي الكازا لقيت واحد بريكول مع واحد البناي غندوزو من تما للمحمدية وعلى شوية الوقت وغنجي سيمانة جوج سيمانات الوالدة وغنجي إن شاء الله. شتي هادي واخا تقولي لي بشينوية ما نطيقكش. وليدة واش غتبداي عاوتاني ولا شنو؟ دابا بيني وبينك واش أنت عندك الكتاب ديال تبنيت وأنت البوطاية الأخرى ما كتجيبها ليش؟ كنجيبش لك بوطة؟ وأنت قلتي أنا ما كنجيبش لك البوطة، ماشي فيك مقدرتش نجيب البوطة. بنادم أنا كنهزهم بورطي. ما عندك كتاب ديال البو سير الوالدة خلينا لك الله يرحمك الوالدين. اودي غير سير ما نافعني بوالو تابعين كنيت غير المشاكل. اويلي مالا داك الموس كله عامر دم؟ ها؟ سير سير ما قلتلكش الوالدة
دراري دراري دحوه ما كانوا واحد فروج لقوه ما قدوش يذبحوه ولدك ناضي ذبحت لهم فروج تخافيش ناضي ولدي عبد اللطيف بلا ما تبقى تدخل وتخش عيا في الهضره هذاك الموس اللي خبيتي تما مالو عامر دم مالو عامر دم مالو عامر دم وفيه اللي غايقل الموس مريض جاش اللي غايقل ما كتشيقاش قلنا لك ذبحنا فروج ياه ما بقاش نص حوايج اخذ هذا النص كامل دار كله كومبلي خلي شي كده ابدا ها المهم انت هذا الولد غيخرج لي العقل عافاك اختي فاطمه موتي عافاك اختي عافاك عافاك وتخليني نقول عافاك اعتقى اخويا عفوا لا اعتقى تبني نفسه ان شاء الله السبيطار وغندير لك فاتي نوضي فاتي فاتي عفاك اخويا اعتقى الله يسهل عليك صبري صبري نوصل ان شاء الله السبيطار وانا معك فاتي عفاك اختي نوضي ما تخلينيش بوحدي ما علينا والو نتسناو فريد ونشوف واش غيدير معانا أبا هنا نتنو فريد نشوفو شنو ندير عليك يا مولانا واش الدراري واش فريد هاني الأمور واش درتو رسلنا مع العربي مع تسعود مزيانة شنو السامي وكلشي خالص كلشي موجود كلشي ناضي بقى لي واحد إلا ولد لي واحد الطريق باش نرسي معاه وين كلشي ناضي اسم محمد بس وخلصك لا عندك أخي فريد راه واحد مازال ما مخلص قالك يجي في العشية ياك أخي وعرفتي اش غدير أخي انت اللي غتعرف ليه منك ليه حيت راه ما بقاش الوقت اخاي شريف دراري واحد دقيقه انا جاي ادخونا اللي جا والله ما تيتسرط ليا بالله جينا لك ما عنديش معانا كاع تفهم واش الجوكر هاني الامور ما هاني ما والو خايفالي راه بان لي وجهك صفر وهز معاك هاد الموزيط كيفاش البلان ديالك وجهي يكون صفر ولا يكون حمر هادشي ما تيهمش راني شتي عندك تقول لي واش خارج شي فلوكه فهاد الليله ولا لا باش نقول لك يا عشير كاينه وحده ولكن بلان اخي واش هاد الهضره هادي وكولا وانا يتسلط عليا مونتيف وما دايرش الا ما عتقشينيش انا فهاد الليله هادي وصبح عليا غدا الصباح هنا والغراق واش من مونتيف داير اخي الجوكر نتايا شكل غراق ما الغراق اين مونتيف داير ودابا المونتيف ديالي نساه ولا مابقا تجبد معايا في لاستيكه فاري جيني من الاخر تعتقني ولا لا اش غنقول لك اخي عرف اش غدير من الاخر سير حتى لتسعود ونتلاقاو في شليره ومعلم هادي الهضره اخي فاري صافي الله يرحمك الوالدين والدينا ووالديك ولكن جيب معاك الباكيه عارف شحال الباكيه اجيب معاك جوج صمات شكون اللي كتشير عليا بالصم واش تعقل على راسك ولا عليا اخي فاري راه ما معولش انا باش نجيب لك هاد الفلوس هادو وما كانش المونتيف راه ما مشيتش ما علينا كلمه ديال الرجال اللي غادي نقول لك هو انا نقدر نشقالك على بريكه ونص من العشيه قضي الغاره معليش اخي الجوكر انت خصيم وخيرك سابق ونتعامل معاك معامله الرجوله ولكن تسعود غتكون عندي في شليره وجمع فمك والله يسخر سير الله يرحم لك الوالدي الله يخلي لك امي فاطمه واش ما خاي فارس شطولتي مع اخونا في الهضره خاي شوف ما كاين لا ولد باس ولا والو ضربو دران غيمشي الجوكر بلاصتو وسالات الهضره ولكن راه رسينا مع ولد باس ودوزنا معاه الكلمه خاي فريد والدري معول علينا هضره وحده قلناها خاي شريف ما كاين لا ولد باس ولا والو الجوكر اللي غيمشي بلاصتو علاش الجوكر خيرو سابق ورواجل الله يعاون في العشيه نتقاشو شوف اخي شي بغا يدي داك عشيرو الجوكر والله لا وصلت ديك الفلوكه صافي مزيان هادي والله يجي تقلب في الطريق صافي حيد يلا نمشيو خاين عيب يلا خاين عيب السلام عليكم اختي وعليكم السلام اختي كنسول على فاطمه الزهراء الناوي شفت معاهم في الريسبسيون تحت راني ديجا كنت تما كان هما اللي قالوا لي 13 الثالث واخا صافي انا نشوف معاك قلتي اسمي فاطمه الزهراء الناوي ديجا كاينه في البلوك دابا كنت تجلس تما صافي نوخ مرحبا ياسين شنو طريق ملي مشيت خليتكم بخير وعلى خير مشيت اخويا طردنا واحد الشفار وبغى يدير التليفون وهي تعكست مع ويختي فيها موس اكرام واش هادشي اللي كاين ولا مخبي عليا شي حاجه شنو علاش اخويا ياسين انا نخبي عليك هادشي اللي كاين قلتو ليك
عينيك اكرام الطريقه باش كتهضري معايا كيبينوا بلي راك مخبيه عليا شي حاجه. وحتى فاطمه الزهراء من البارح هي مبدله عليا، يعني كاينه شي حاجه من مورا هادشي كامل. دابا اكرام عافاك، لما قولي لي شنو كاين باش نقدر نعاونكم. بوهالي بوهالي شو بغيتو عندي؟ بوهالي بوهالي ناكل لحم خضر. ووووو خيسري وانت المشاهد الطالعين صعب. وي بيلي ذا ام حد المشاهد الطالعين والله طلع. بوهالي بوهالي جمع 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 تمض المي ماشي. وفين الحلاقم؟ اش كديروا ليه؟ والو عاد تبرونزيو. تبرونزيو؟ نتوما جالسين في الدار وكتبرونزيو؟ واش خدامين بالطاقة الشمسية نتوما ولا شنو؟ لا لا خي الشكر ما ديش عليه، راه مبوق شي شوية، راه بغا يقول لك احنا كنتبردوا، كنتبردوا. ماشي مدوخ قدي انا متبعكم، وتبردوا مع راسكم، نتوما اللي جات معاكم تبردوا. الشكر، قلت لك تبرد معنا، وشوف شوية، ونمشي نصايبوا واحد الطاجين ويع. أول على الطاجين، كل شو الطاجين اللي عندي قاع ما تهضروا لي على الطواجن نتوما. تبردوا معاكم، شوف تليفونك شوف. فليو. ومن تما خويا ياسين هو خارج ليها في حياته، وهذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء كامل واقع وأنا ما جايب للدنيا أخبار. فاسيلي اللي ما كانتش باغاك تعرف، حيت كانت خايفة عليك منه. شنو سميتو؟ سميتو عبد اللطيف، وملقبينه بالجوكر. خصو يتربى. عافاك اخويا ياسين، بلا ما تحاول تقرب لي، راه داك السيد مجنون، راه يقدر يدير اي حاجه. انا ما عنديش نقرب ليه، والحمد لله راه كاين مخزن في البلاد. وزيدون انا عندي واحد صاحبي راه ديجا خدام في الولايه ديال سعيد حجي، انا غادي نعيط ليه دابا وهو غادي يهنينا من هذا الميكروب. الا كان هكا اخويا مزيان، عيط ليه وشرح ليه اللي كاين. سمحي لي نجي. الو اسمعني مزيان شنو غنقول لك. قول الدراري تفرقوا، ما خاصش مجموعه البلاصه وحده. نتوما عارفين الجوكر خصو اني يدوز لينا. شنو هو كامونيين كما كتفهموا الهضره؟ واش باغي ناكلوا التفرشيق هاد العصاب بحال ديك المره ولا شنو؟ قطع 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 السلعه ديال الزباله ديال الفلوس. يجي الجوكر يكحش لهم كلشي. فمالو كيصوني عاوتاني؟ هذا مافيوزي. او عندي معاه حساب سلبي بعد غدا. كيفاش قاديته؟ الو وفينا كاروشه هانيه؟ او ودي نجمعو كلشي نقول الحمد لله. وامضى خونا باقي مبلبلك ولا ميك عليك؟ شكون خونا؟ الجوكر. شكون يكون من غير وغير؟ خليها على الله وصافي. بينو بينك وليت كنبيع وخايف لي يمشي لي رزقي. واش تبغي راحت كعشيري وتهنى؟ وفينا هي الفلوس باش غنشري هاد الراحه هادي؟ وزيدون داك الثمن اللي طلبتي ليا غالي عليا وما نقدرش عليه. وشوف نجيك من الاخر، انا راه بقي شي فيا وصافي. هاد لافير راه غنقضيوها معاك، ولكن رغم لينا جوج سيمانات ما بقاش المليون ديالي. مزيانه مزيانه. دابا عاد هضرت يا خاي مافيوزي، مازال جوج المليون نقدر نشقى لك عليها. اسمعني مزيان اش غادي نقول لك. قول انا كنسمع. ليك شو عصاب علينا ياك ما عاقب لي عندنا فلوس. والله ما عرفت اخي زريقه. شو شو حط الزيوه عندي مليح. الجوكر وشي معنا الغابه. مشي معك الغابه؟ شنديرو في هاد الغابات؟ وعندي وشي طويجين ويليك ومعاي شي قريعه بارده. يا سلام. هاي هاي على القريعه بارده. وقول لي بدا تعرف انت تصايب طاجين؟ واش لا صاحبي وصاحبي شليكا ولا شي ويكرو انت نجمع العواد. مين انت كتجمع العواد وستسليك الطباخ ديالنا كيصايب طاجين؟ شنو ندير انايا؟ نبخ لكم عليه ولا؟ واه بيل تا ما تفهمش. ودابا صاحبي تا هو كلشي انت حيت يحتاموك تشعد ولد عبدي يعطيك خضيق وتشعد قزاوي يعطيك الحيمه وعاد جيو عنصيبو طويجينا
وين جا صحيفي؟ ماشي مشكل يا سيدي، ما قلتي عيب. جيبوا لكم خضيره مع عند ولد عبد ونشوفوا اخر حاجه شنو هي. شوفي هذا مالو؟ زيد زيد غوت، راه مازال ما سمعوكش. زيد زيد شي جوكر واحد اخرى. مالك اصاحبي مالك؟ قصتك ومقصود الله اخويا، واحد خونا ما عرفتو منين خرج ليا، توقف عليا ودا ليا رزقي كامل. الله يرحم لك الوالدين اخويا جوكر، ما دير ليا معاه شي حل، ومن اليوم اعتبرني انا خدام عندك اخي جوكر. خدامه عندي؟ لا ودي معاهم كنا محاربين. شحال دار لك اخونا؟ شحال دار ليا؟ 17000 درهم اخي جوكر، وعاد السلعه اللي كانت باقا ليا. 17000 درهم؟ 7000 درهم بقى ناقصاني. شوف وانا نترجم معاك هاد مراتي، وكيم بشرط نجيب لك رزقك وداكشي ديالك، مليون نعطيها لك و7000 درهم ديالي معايا ولا ما معاياش. الا كان مشكل على الفلوس اخي الجوكر غديها كامله، ما عنديش غرام ديال المشكل. انا اللي عندي مهم هو ترجع لي السلعه. اودي عندك السر، ما بقيتيش عندي الجد دابا من ديك السلعه خاصني دي انا. اوكي ماشي مشكل، حتى دابا ما قلتش عيب، غنوقف معاك. زريقه سليكه سيروا عند ولد العبدي، خذوا داكشي اللي بغيتو، قول لي راه صيفطنا الجوكر وانا نتبعكم للغاب. زيد قدامي انت زيد. الجوكر عندك السمعه ديال الخبز في اخي سليكه وعندك كاروشه وتابعين مع المشاكل والنحس يا ربي السلام. ويا اخي زريعه منكو سليكه كمل، حنا شو باش شي ساعتين دابا بزاف صحايبي، جاتني واحد الفكره جهنميه. وشنو هي زريقة؟ دابا شوف كيف جاي يمشي يرد الكالوشة فلوسو، اش غيوقع؟ خاصو يطيف مع الاخر، عاد شبك وحنا هاد الشيء غيطلع لينا التفاعل. ما كاينه العاكشن زريقة. ونور صاحبي شكون صور ضفيع، نخليو العاقة. بلان زوين هذا اخي. نزيد عليه الفليسيات، نوض نوض. ساعة تمشي طلع عصاك عباد الله، يا رب وكالوشة. انا اخي الجوكر، انا خي ياسين، انت انايا شفتيني هو هذاك، انا ما خاصني حتى خير وساعه ولا كنتسناك الزمر. كتقول لي هاد الهضره ديال واش الخاطر اخي الجوكر؟ راه مع الوالد مع شحال ما شافتني، حطيت الساك وبقات شاداني بالهضره وبقى جالس حدا اخويا. انا مالي سوقي مبهدلني معاك وخليني كنتسنى؟ الا بغات الحانه سير تويا للسوق اصاحبي، بيعوا بيجامات وبقى معايا ديما. راه كارو قطعتيني. كتقول لي كارو لقيتو حتى انا؟ سير قدامي سير، تخرج عينك وكت. خويا الجوكر هو هذا خونا اللي دا لي رزقي. دابا هذا داك انت رزقك؟ واش نكذب عليك اخويا الجوكر؟ دير لي معاه شي حل الله يرحم لك الوالدين. وما حتاج تجيبني انا، عيط لي على بابا سنفوريق ديال الغراض هذاك اصاحبي. خويا الجوكر نعاود نطلبك اخويا، المهم ما دير لي معاه شي حل. وزيد زيد اصاحبي بقات فيا الشمت اخويا. زيد اصاحبي لا اخويا سير راسك اخويا، نكذب عليك انا ما نقدش على ديك السيد اخويا. سير الله يرحم لك الوالدين، سير راسك اخويا. وانا كنت محفي معاه راسي هذا السنين كامله، هو سنفور خايف مني. باروش اش دير هنا؟ شنو قلتي يا عشيري؟ قلت لك اش كدير هنا باروش؟ اش قلتي لي فرنسا وجبت من قلبي الحدث؟ وطيابات كيفاش اش كندير هنا؟ وانت اللي شنو كدير هنا؟ صافي اخويا ولا ما تقلقش، شنو؟ وانا نمشي في حالتي دابا كاع مزيانه. ضحكتيني يا بشغوط واخا ما فيا اللي يضحك. انا بشغوط وانا نوريك بشغوط على شقاد. ما عليكش راك عايش الدور مع راسك، وحتى انت غتعيش معنا الدور مزيان. اسمح لي يا اخويا، والله ما نبقى نعاود، والله ما نبقى نعاود. برك اخيرا جاو اللي غينيوني منك، كما كيقول المثال اللي ما عنده قلبه الزمان غالبه. وسليكه
والجوكا تخطف وقال لك نحلم انايا. ناري ناري اخويا زريقه راه انا اللي كنحلم حتى ما وركتش على البوطون ديال الرايت باش يخدم الفيديو. اوي حي هاي واش يبان المكمل احسن لقطه احسن لقطه اليوم. اسمعني 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 اوي ضيعتي اوي اوي اسمعني اسمعني خويا 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 اخويا ماكس الله يرحم بيه الوالدين الله يساعد التمييز معاها وتعطلت عليها امشي نشوفها دغيا هنا والله نجي دغيا واش تطلق داك الكونتاكت قال لك معني غنقول لك جوج كلمات والله ما تخليني نمشي تنقول صاحبتك بلي كنتي مع العوال باح ها اش بالك دابا والله تعطل عليا تنديكلاري بك انا علمتك ونبقى واقف هنا يتجد وانت اللي قديت الديكلاري غادي كلاري شي داكشي اللي دارتي مع العوار وكل صورته الا بغيتي نوري الفيديو صاحبتك ولا عرفتي شنو واحد صاحبي عنده واحد لاباج غنعطيه يلوحو وعاد شهر وتبت بلاستيك تنجيب شويه عليا طلعت ليك صريحه انت وقتاش تعلمتي تسوق الموطور وانت بنادم تسوقو واش عندك وشي دراسه مزيان امي ولاد الحرام دارو لي قلت لديك العوره ما نمشيوش لديك البراكه الحمد لله ما عندكم مناش تخاف الضربه اللي كانت في البطن ديالها ما كانتش خطيره ودابا راه الحاله ديالها مستقره الحمد لله ودابا يمكن لينا نشوفوها دكتوره بطبيعه الحال يمكن لكم تشوفوها غير هو من الافضل خصكم تستنى واحد الساعه ديال المكانه بيد ما ترتاح شي شويه واخا واخا دكتوره قولي لي واش انتي كتجيها من العائله راه اختي ماشي غير كتجيني من العائله وملي هكا حاولي تجيب لها شي حاجه باش تبدل واخا دكتوره كوني هانيه وبالنسبه دكتوره للتقرير الطبي ديالها وقتاش يكون واجد بالنسبه للتقرير غدا ان شاء الله غيكون واجد بصراحه ما قراتكش وجدي لي هاد العشيه حيت بغيت ندفعو مع الدوسي ديال الديكلاراسيون واخا سيدي ما تبقى ناري على خاطرك العشيه ان شاء الله يكون واجد شكرا دكتوره ربي يخليك هذا واجب نخليكم هاد الساعه المهم يا سي انا نمشي نجيب لها ما تلبس الله يخليك انت انا اصلا غادي نمشي للكوميساريه وملي نكون جاي نجيب لها معايا شي حاجه صافي اخويا اللي بغيتي صافي المهم بينا في التليفون صافي كن كندا هذا ما يخاد قميص سهل هادشي اللي درنا عليه دابا خوش هذا ربي سهل عليكم انا مسخط الوالدين انايا انا عاوز نتقرب بالزنزه ديالكم وخليني نمشي بحال هادشي هاد المره الله يرحم لكم الوالدين فين باغي تمشي وطلب من الله تخرج من البلاصه حي ما حدك باقي كتنفس علاش اخويا العار واش داير لكم اخويا واش انا يهودي انايا وتيق هادي حنا والله ما عارفين اش دايره مسخط الوالدين معلم رجاء هذا هو الزكاه ودابا فين هذيك الصحه اللي كنتي كتعنى بها صح اخويا كذبوا على بدي حالتي واحد صحيح اخويا انا خلينا نمشي بحال هكا اخويا الله يرحم لكم الوالدين ولا ما جاتش نخليك تمشي وانت اديتيني بطريقه غير مباشره انا اديتك اخويا انايا اللي قال لك هاد الهضره راه كذب عليك اخويا وحق الله انا اللي اديتك ورني هاد الدايرين ودير فيه اللي بغيتي ما قلتي عيب غير هو حنا غنشدوها من رجليها وغندير فيك اللي بغيت ومع الوقت
غتقدر تعرف مزيان فاش اديتي. ودابا الله يرحم لك الوالد، انا خويا ما طلقني مشى بحال هكا، والله ما نعاود ندير شي حاجه خايبه في حياتي. انا غير ولد الخيريه، ما عندي والدين، واليوم ربي صيفطني ليك باش نوريك التعدد كيفاش كيكون. والله اخويا ما نبقى نتعدى على شي واحد، اقسم لك يمينا هادي والتوبه. شفت على بيكور المعدي ديما كيجيب ليه الله مقوى منه. والله ما نبقى نتعدى على شي واحد غنمشي بحال هكا. بحالك انت خاصهم نحير الجمل، ولكن للاسف انا ما عنديش الربح نقتلك، حيت بغيت نخليك عبره لاي واحد كيتعدى على الضعفاء. انا هو يقول لي شكون جاي يا خويا، راه حمقتيني الله يرحم لك الوالدين، اللي ما يقولها شكون جا صاحبي. الهضره سالات ودابا جات وقت الخدمه. عرفتش بنتي مالي ملي خرج عبد اللطيف الصباح وبالي مشغول عليه، وهداك الدري الله يهدي يكون غيدار بحال صاحبك وراه بخير. عييت ما نهضر معاه، عييت ما نقولو دير بحال صاحبك، نهار كل هو تابع المشاكل. وصافي خالتي ما ديري فراسك والو، دابا يدير عقل والله يهديه. نجيبلك شي كاس الماء. واخا. انا غنمشي غنمشي نديكلاري ناوي على ديكلاري انت تخدم وانت ما عرفتيش شنو وقع عند الجوكر. ما الجوكر شو ايش من الجوكر؟ الجوكر حصلنا مع العوالي كنت مع ني. انا ما نعطيهاش بعدا، انا ما نخبلهاش. انا طق 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 بالكونتر. ناري صاحبتي قتلتيني غير بالخلعه. انا باقا لاصقه فيك بحال شي كراد غير تهني. ويلي ما كاين هاد البوسه وها الوحشه صاحبتي شويه عليا. وها انا لالا بشويه عليك. عرفتي اكرم فاش ضربت بقيت نفكر يا اختي غير في بابا، خفت نموت ويجي ما يلقانيش. كيفاش غادي تكون حالته وبنته ماتت مقتوله؟ الله ينجيك اختي، مالك على هاد الهضره، راه حتى انا من الصباح وكيصوني ليا بحال حس بيك باللي طرات لك شي حاجه. وهي غير سكتي دويت معاها غير قبيله، مسكين قال لي ما صوتك داير بحال هكا. الله يسمح لي كتبت عليه وقلت لي راني غير ناعسه وصافي. ومزيان باش هضرتي معاه باش ما يبقاش مسوش عليك. وقولي لي بعدا امتى غادي يسافر؟ قال لي بلي بعد غدا عندهم الطياره. ايوا مزيان، على الله غير نسمعوا شي خبر تفرحنا. امين. ها واحد السلام عليكم. وعليكم السلام خويا ياسين. هاي 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 على الحب ديالي والابتسامه. فين كنتي؟ كنت غير عند الطبيب، نسل عنده باش ناخد من عنده التقرير ديالك باش ندوزوه للبوليس نحطوه على قبل داك الميكروب اللي دافك هاد الحال. وصافي بلا ما تبقاي تشوف فيها، راه انا اللي بقيت عليها حتى عاودت ليا كلشي. وزيدون داك الميكروب راه خصو يتربى، حنا راه ماشي في غابه، الحمد لله المخزن راه كاين في البلاد. وصافي ما ديري في بالك والو، دابا ان شاء الله ما يكون غير الخير، انت داعي في صحتك. متفقين؟ اكرام هاك اختي هاهم الحوايج، عاونيها تلبسهم باش نخرجوها. علاش واش نخرج اليوم؟ لا غدا تباتي هنا ان شاء الله. واش تمنيتك؟ صافي راه دويت مع الطبيب راه عطاك واحد الدواء غادي ناخذو لك في الطريق، وان شاء الله تولي احسن من اللي كنتي ان شاء الله يا ربي. المهم انا غادي نتسناك لتحت بعد ما لبساتك اكرام. صافي شكرا بزاف يا زين. واش شي دابا غادي نتقلق منك، انت راكي الحب اش كتقولي؟ يلا لبسي لبسي انا نتسناك وما تعطلوش. تي فين سافرتي؟ ناري بيبي هاد ياسين عندك قتال في الرومانسية. قتال في الرومانسية؟ ولبسيني لبسيني، ما سمعتي قالك ما خصناش نتعطلو عليه. واش منيتك؟ مقغم وموني هادي اختي شحال فيك تلفشوش، نوضي نوضي راه الطبيب قبيلة قال لينا بلي ما فيك حتى شي حاجة خطيرة. ياك اختي؟ اها عيط ليا للطبيب. صافي بركة من الأفلام ديالك، حنا نلبسوك. ايلي اختي شحال فيك ديال الطبوحيط. خافش عليك خافش. وو سرقه وطلعنا لقطه ومفرقعه ناضيه تشوف. او هذه احنا اللي صورناها وناضيه وتشلمشي عند خويا يدير زعما وطلع المشاهدات. تبان لك باينه عدسه تتفرج ليا في اللقطه اللي طلعنا دابا صاحبي.
هذه اللي لحناها غيطلعوا المشاهدات وعايط على العريفي، ولكن عاد ابونا كوبي عايش وعايمشي كاع داكشي اللي بنيناه. واش معمول ولا سرقه؟ معمول مع فين؟ جبت شي الدم دا زاد في الدم. سبحان الله هادشي ديال الدم كشي اليوم. ويلا حنا الفيديو فيه الدم عايد ابونا كوبي عايش، يعني غتمشي عند الصديق. اها. غتجيب جوج خبزيات قول لنا ما يديرش لي الحار، غتلقى الصحي هو جالس تما. اها. غتقول لي قالك سرقه امسح لينا الدم. يحيدو، إلا ما حيدوش أنا عارف مع نفسيين، فهمتيني؟ وهاد الفيديو أسيت ليك، لا شافو شي واحد، غنهجرو ليك، غنخلي دابوك، لا كون أنا خيس، ما يشوفو حد، لا ما يشوفش، يا نوطي عند صديق وما تعطلش، ما قريت نوطات ليك كما، ياك ما أنتش من ياك ما، هذا، ماشي شي ريحة، ولكن غنمشي عند صديق. ومن تما غنمشي نقضي غارات تما. سير سير، هادشي عاوقي خصك تطلع دابا واحد كاملين، واو واو، انت انا دخلتي عند الصديق، اجيو لي على الكليين كاملين. وسليكا، واش معك صابونة في الطريق؟ راه ما عندوش الصابون. انت ندير فيديوهات بعباد الله، ندير غير سليكا فيديوهات ما عرفتش فين نوصل. فغادي نفكر في الفيكا. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. سالوني الناس عنك يا حبيبي. فين سليكه؟ فين غيشيلوي؟ فيما تندور تلقاك في هاد البقعه هذيك ما شريتيها. ومن عندي الباج اللي درتي انت وداك الزريقه خاربينها، ماشي غنشري غير بقعه، غنشري اربعه البقعات. اش من باج كدوي عليها اخي الشينو؟ والباج اللي حشوم فيها انا والدريه، ياك ما تصاحبي كدوزو عليا الدكاكه. شنو هو؟ ندوزو عليك الدكاكه؟ انت سير اصاحبي كونش عندي باج، كل حشفه الجوكر تيتعذب هو الاول. ما لوحكش انت وديك المحروقه ديال صاحبتك. كيفاش الجوكر كيتعذب؟ بصح ما فراسك شنو وقع للجوكر اليوم؟ والله ما في خباري شي حاجه قسما بالله. وانت راه شديت واحد العصابه واش لداشو بحال داكشي ديال كولومبيا بحال هكاك. اش كتقول لي واش مبربق ولا مالك؟ عارفك ما كتشيقنيش، ولكن ولد السلكونيه ما كيدوي الا بالدليل والبرهان. وبين لي الدليل اللي عندك. واك وسقي لي يا عوينات. ويلي الجوكر هذا؟ الله يلا هو. ويجي شكون اللي مبربق؟ انا ولا انت؟ انا اللي مبربق اخويا جورج تبربيقات. دير معايا واحد الحل الله يرحم لك الوالدي. شنو هو؟ صيفط لي هذاك الفيديو والله عرفتك. لا اخي عرفتي انا صيفطته لك وزريقه غينحينا اخي وانت عارفو كيفاش داير. اسمعني هضر معايا غير بشويه صاحبي، راه كاين هنا انا وياك ما كيشوفنا حتى واحد وما كيسمعنا حتى واحد. الفيديو غتصيفطوا ليا هذاك السيد عندي معاه شي مشاكل، انا مره مره نبقى نشوفو انا والتليفون غنتشفى فيه مره مره. ودخل عندها اخي الشينو. انت عارفني كنعز فيك شي حاجه الحمق، اي حاجه بغيتي نعطيها لك اصاحبي. عرفتي شنو؟ عجبني واحد قويميجه بنت لي ام فاطمه على الصباح هزا وعرفت ديالك. وشوف اخويا هذيك قنيجه حسبها ديالك، من دابا غندوي مع الويده غتاخذها حل لي داك الاير دروب وصيفط لي العجب. يلا سير حل. اكسبت صافي اخويا سليكا خشينو راه بيني وبينك وما تقولش الزريقه راه غينحيني. هذاك الشيء سليك خيب عضياتنا وما تحمقنيش سليكا. اطونسيون شينو تهلا لي فراسك. سير الله ينصرك الله ينصرك. اليوم المغرب العربي غيعرف اخر الاخبار وهي الخفافيش نوضوا من الناس. جبت لكم اخر الاخبار، اليوم غتشوفوا اكبر شوه في العالم. ويلي الجوكر هذا اين الجوكر بالله؟ حس حس شيلوا الجوكر هذا. ها والله لا الجوكر هذا يا لا فيديو كيداير. شنو هذا الفيديو هذا؟ خويا لا تسترك انت بالي الفيديو هذا طالع لي ميك. شو هذا اخي؟ شكون كيديروا ليه؟ اصلا اخي انا هاد الايامات اللي كنتلاقاه كيقولوا لي الجوكر ضربني الجوكر حقرني الجوكر دار لي. عرفت شنو دير اخي؟ حقار هذا صيفط لي هاد الفيديو هذا مشهور. زيد يكمل الشهره. هاك عشير حيث المعلم حيث الجوكر هذا ياك شوف ويلا هو تتعداو عليه اخي وتا هو تتعدى على عباد الله ربي كبير شتي تتعدى على الناس هو جا ربي عصابه شداتو على خدها بقى تيدور تيدور تلقاه. الله يستر اخي هادشي ندير له انايا غنزيد نشهر شهر اخي وشوه بهذا الشفت لا راه تعدى على عباد الله دابا وفين ولد عبدي؟
كي داير ولدي نوف؟ بخير الحمد لله. شحال بالخاطر؟ مرحبا. اش تخيط ابو العبدي؟ هاك خلط مع راسك. ولدي نوفل قول لي واش هذا الجوكر؟ والله الا هو والله تا هو. خلط اودي خلط شي تخليطه على حسابي ما تخلصهاش. وكي داير رضوان؟ واسمعني نقول لك، وانا نصيفط لك واحد الفيديو وفرقوا على الخداره كلهم، واليوم انا داير لكم الزرده. يلا بين لي. ايوا صافي اصاحبي تنشي طلعي طلعي عندي للسطح كي غمرتي في ديك الدار. ناري ايوا غزافك الله اخويا، اصلا كنت دير تكرفس على الناس جاب الله عليك كرفسك. يلا لا لا لا، هاد الفيديو خصو ضروري نصيفطو للريم. اويلي مالكي؟ واش هذا الجوكر؟ وما كاين صدومه بحال هاد الاشكال عندهم جوج نهايات، يا كيموتوا في الحباسه يا كيسلط عليهم ربي شي واحد اللي يتعدى عليهم. ماما واقيلا خاصني نمشي نشوف. واقيلا راك تسطيتي، حمد الله بنيتي اللي غتزوجي بسيد الرجال اللي كيبغيك ويتهلا فيك، اما هذا الا تبعتيه غتبعها الطريق الخايبه. وكون كان باغيك كون دار بحال صاحبو رضا، راه تبارك الله خدام بدراعه ماشي بحال هو تابع المشاكل. وها المشاكل فين وصلاتو؟ عافاك ماما نمشي نشوفها واش كاين في الدار، والله ما نهضر معاها. والله لا مشيتي عنده ونقول لك واحد الهضره ودخلي على راسك مزيان، ولد خالتك ما بقى ليه والو يدخل المغرب وتبتي شويه. شوفي بنيتي عندك يصحاب لك كنفرض عليك شي حاجه، حتى انا باغا نشوفك مع الانسان اللي كتبغي، ولكن بنيتي هذا الانسان اللي اختاريتي طريقه كامله حبس ومشاكل، في نظرك شنو المستقبل يكون عندك معاه؟ ياك ما كانت عجبك الصحه ديالو ولا الحقره اللي كان كيحقر بها ولاد حومته، هاكي شوفي مالو ما خدمش العياقه ديالو مع هادو هنا باش عارفه ربي كبير يمهل ولا يهمل. عندك الحق ماما والله، اصلا هو ما كيبغينيش حيت كون كان كيبغيني بصح كنت دار له ودي بزاف ديال الحوايج. وها انت بديتي كتفيقي بنيتي، ومن اليوم غتوعديني عمرك ما تجبدي داك خينه. كان وعدك يا احلى ام في الدنيا، من اليوم ما غنمرني ما غادي نعاود نجبدو لك وغادي ننساه. وارع على شي تعنيق الله يرضي عليك بنيتي. شوفي ماما غدا الصباح غير نفيقو نمشيو للحمام نضربها باحسن تحميمه باش يطيح عليا السر ونطيح ولد الخويله. واخا بنيتي ان شاء الله هي اللي ما تعاودش، انا غادي نمشي نطيب لك هذوك البط اللي كيعجبوك. واخا بنيتي الله يسهل عليك، يا ربي تسهل لي على بنيتي ويشوفها كل خير يا ربي. ولدي حسن دخل السجن ياك؟ حسن غتحصل في اخر جلسه لي في المحكمه. بصح قدرتي ولكن للاسف ملي رجع المركز تاهيل على اجراءات الخروج ضربو تما. وباش ضربو قولي ليا وفين نازل الدوار؟ ضربو بالنص. اش واقع عاوتاني جايه؟ اش واقع؟ اش واقع؟ وبزاف الوالده ما تعرفي شنو واقع، وانت النهار ومطر وانت جالسه تبع لي هاد الافلام. دابا اختي بلا ما تبقاي تدخلي وتخرجي علينا في الهضره، اجي جلسي حدايا وعاودي لي شنو كاين. ما تقوليش ليا ما وصلك والو في الجروب ديالكم ديال الشرفات. لا انا باقا عندي شي جروب الشرفات وبلوكاوني زمان، اشنو كاين؟ عرفتي الباز اللي كاين دابا فين يبان المسلسلات اللي كتفرجي فيهم؟ وين اجي تشوفي ولد في الطومه شنو داروا لي؟ راه ورينا نشوفو. يا بالسلام ولي شات الشي هذا؟ شات الشي عبروا عليه بردوا لي غديدي فيه كون كنت معاه. هو موعد يا بنتي ما قلناش، ولكن قالت فيا امي نتو في الصراحه ديري لح. شوفي 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 الله انت وليدي انت لا اله الا الله انت ما تتقاضاش. وسرك يا وليدي سرك باش تربى. بارطاجي لي بنتي هذا الفيديو بارطاجي دابا يكون عندك، ولكن غتبارطاجي مع الناس كاملين. ما تخمميش غير بارطاجي ليا وكوني هانيه. ها هو دابا يكون عندك الله كما كنت معاهم وارد النايبه.
مشى اصبري هو تيتقرا يلا اوكي هو داز عندي شوفي اتدي ليا بالطياب حليمه باش تصيفطوا لكلشي الله يا حليمه ولات تجبدي المرته صبري صبري ها هي شوفي حليمه صافا كي دايره لاباس عليك شوفي انا صيفط لك واحد الفيديو نبغيك دابا دابا النشر السريع وراني عارفاك يلا وريني حنت يديك دابا ترد عليا الصرف ويلي 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 الجوكر هذا شكون هادو اللي كيديروا في هاد الحاله والله الا بغات دير وليات بغات حرام انا بعدا والله الا نعطيو التحيه للناس هادو لبنى كي داير اختي بخير وفيديو خامس صيفطتي ليا وسر انا دابا غنمشي للحمام وغنفرقوا على عباد الله كاملين يلا اختي غنخرج ودازت عليك العفريته وي الله يجعل مغفرة الذنوب وصافي الحمد لله غير باش دازت بخير على خير الطبيب قال لي 3 ايام 4 ايام تولي بخير ان شاء الله يا رب سمحوا لي عذبتكم تنتوما لا ماشي مشكله دابا كراحه اكرام ما كاين صدومه هويلي هذا الجوكر شكون داير في هاد الحاله فاطمه الزهراء مالك كيك لاباس علاش كتهضري هاك شوف شكون هاد اللي معلقين ودايرين في هاد الحاله هذا هو اللي ضربني بموس وتعدى عليا ساعة وربي ما عطلوش اعطاني عافاك نعاود نشوف اكرام اتقي اتقي هذا هو مول ماسك اللي كنت عاودت لك عليه وقع لي معاه المشكل تي اش من مول ماسك واش من مشكل طرا لك معاه ما فهمتش بلا ما يمشي بالك بعيد قصه طويله هاد من بعد ونعاودها لك اكرام قولي لي شكون صيفط لك هاد الفيديو وانت راه الفيديو داير بوم في الجروبات بصراحه بغيتها عليه حيت ظالم وما تيرحم حتى شي واحد شوف يا فاتي انا كنامن بواحد الحاجه اللي كل ما كان الانسان طيب وما كيأذي حتى شي واحد ربي ما كيخلي حتى شي حاجه تأذي كيف ما بغات تكون دابا علاش كتبكي كم كاين بابا كيتسناني نرجع عافاك سيدي خليني نمشي بحالي انا كنامن بواحد الحاجه اللي هي كل ما كان الانسان طيب وما كيأذي حتى شي واحد ربي ما كيخلي حتى شي حاجه تأذي كيف ما بغات تكون انا سيدي والله ثاني هي زوينه عمري اديت شي حد ولا ضريته ربي اللي عالم وفاتي فين مشيتي ها لا لا ما ديتش عليا بقيت كندور هضرتك في عقلي ولقيتها بصح على صواب ربي عمره ما كينسى حق المظلوم اكزاكتوم المهم انا غادي نمشي دابا فين تمشي اخويا ياسين بقى تتعشى معانا لا غير خليها مره اخرى ان شاء الله المهم انا غادي نخليكم دابا تاخذوا راحتكم اكرام بلا ما احتاج نوصيك على فاتي تهلاي ليا فيها هادي راه اختي بلا ما تحتاج توصيني عارف اختك راني شفتك اليوم واش درتي عليها في السبيطار المهم شربي الدواء ديالك في الوقت بسلام وتسنى اخويا نوصل معاك حدا الباب المهم اكرام كيف وصيتك الدواء ديالها حاولي تعطيها لها في الوقت صافي اخويا كون هاني صافي يلا شكرا اختي حتى الغدا ان شاء الله سلامة سلامة لا ما يمكنش سمعت شي كامل يكون غير صدفه اولا فاتي شنو اللي غيكون غير صدفه اختي ياسين قال واحد العباره نفسها اللي كان قالها لي هذاك مول ماسك اللي كنفكني من دوك العصابه اش من عباره كدوي عليها العباره هي انا كنامل بواحد الحاجه اللي هي كل ما كان الانسان طيب وما كيأذي حتى واحد ربي ما كيخلي حتى حاجه تأذي كيف ما بغات تكون دابا شنو بغات تقصدي زعما ياسين هو مول ماسك اكرام راه والله ما كنضحك عرفتي راسي راه تخربق دابا وافاتي الا جات على ياسين انا كيجيني ما يقدر يذبح حتى فروج دابا غير بيني وبينك الجوكر طرا لي هذا البلان من مورا ما ضربني انا ياسين قبيله قال لي نفس العباره اللي قال لي هذاك مول ماسك دابا هادشي كامل في نظرك انت عادي وفاطمه الزهراء راه هادشي عادي يا صاحبتي واصلا الجوكر كيطير شوفي اشنو بينه وبين داك العصابه اللي تعدات عليه ودارت لي هذيك الحاله وبالنسبه للعباره اللي قال لك ياسين راه اي واحد يقدر يقولها لك
واي هي الهضره اللي قال يقدر يقولها اي واحد، ولكن عاوتاني ماشي يقولها لي بنفس الطريقه. شوفي بارك من داك التهلوس ديالك والحماق ديالك، خليني نوض نطيب لك شي حاجه تاكليها باش تشربي دواك. مفقوده لي اختي انا الشايه فهاد اللحظه هادي، انت الا جاك الجوع نوضي طيبي شي حاجه كوليها. ودابا مالك تقلقتي؟ ايوا لالا الا كان مخربقك ياسين صافي ضربي على حسابي، غدا نديرو ليه شي كانار وديك الساعه نعرفو شنو من تحت راسو. عافاك اختي اكرام، عاوليني غير فهاد البلان هذا، ما بغيتش يبقى راسي دارني هكا وموسوسه. واخا لالا غير بقاي لي على خاطرك وقولي لي بعدا فين قالك هو ساكن. بصراحه كان قال لي هو ساكن في شارع الناخيل، ولكن البلاصه بالضبط ما عرفتش. وبالنسبه لدارهم عمرو عاود لك عليهم؟ كان عاود لي بلي هما مستقرين في الخارج وكنت يمشي عندهم مره مره. بيني وبينك هو غامض ما تيعاودش لي على راسو بزاف. ايوا شوفي نخليو هاد الليله تدوز بخير وعلى خير، وغدا يصبح ويفتح ان شاء الله. اختي يا ربي لك شي كتسمعني، والله ما بغيت نتصدم في هاد الانسان اللي بغى قلبي. اجي فاتي واش نسيتي الحلمه اللي كنتي عاودتي لي عليها؟ الحلمه؟ اش من حلمه؟ والحلمه صاحبتي ديال مول الماسك مع الجوكر. حق نسيت ما قلتلكش، عرفتي شنو حلمت البارح؟ شنو حلمتي؟ حلمت اختي بدك خونا مول الماسك اللي كنت عاودتلك عليه هذه السيمانه. عقلتي يا اختي هز واحد السيف قداش وعامر كله دم. اها وزيدي وهز في يدي يا اختي راس الجوكر. اويلي والله ما نكذب عليك، وانا قوه الخلعه غير شفت راس الجوكر ويضربني الفيق. وبصراحه داك الراس عند الجوكر ديال تقطع. ناري يا اختي عندك يكونوا قطعوا الجوكر راسه. والله الا ضحكتيني، اقولي ليش يديروا بداك الراس وكله عامره مشاكل. ناري اختي هادشي ولا كيخلع، وزدني حتى ياسين بديك الهضره. ان شاء الله ما يكون غير الخير. وشي ياسين راك غير ضال مع فهاد القضيه هادي، السيد من الصباح هو كيجري معايا في السبيطار، كيف غيمشي عند هاد الجوكير وغادي يعذبو؟ غير قولي ليا بنتي ليا كتخربقي في هادشي هذا. وكاين اختي قلبي ما مرتاحش ومزير عليا. وتا دابا حنا ما خاسرين والو، نتبعو الكذاب حتى لباب الدار، وخلينا نوض نطيب شي حاجه ناكلوها. شنو بغيتي؟ سباكيتي بلاصوص بيشاميل ولا بلاصوص طوماط؟ اللي درتي اختي. هو صافي خوي راسك اختي وما تبقاي تفكري في حتى شي حاجه، انا نطيب لك شي شهيوه غتعجبك. دوي الخوان دوي الشماته، يا المليك لما عطيتي الفيديو قلت لك ما عطيتي شي واحد. وخويا الزريق راه شي نوي قول ابني قال لي ما غيصيفطو حتى شي واحد وحق الرب. ويلي يا ويلي على قول ابني ويلي باينه بعتي بقميجه، باينه القميجه يا الخوان يا البيا انت اغلى من القميجه خويا الزريق. عطيني داك التليفون. الله يحفظك الزريق. هاك هاك عطيني التليفون. شوف المسحك من لاباج تعود دوبيا نوف. الله يحفظك اخويا زريقه. الله شماتي شماتي ناري خسرت زريقه عشيري زريقه خسر. شو اخو خويا انت يا زريقه والله يشاجي وبالي. الصراحه بيني وبينك بقى في الجوكر بزاف. لا واش دير هذا راه هو قانون اللعبه كما تودين تودان. عرفتي حياتي كون شفتي مو مسكينه فاش شفتو هكاك ما قدراش تصبر. ايوا الحمقى راه في من كتجهر كتجيها في الوالده. الله يسمح لنا من الوالدين وصافي. اش بعد انت كيفاش قالبك فين شي مو؟ لا لا غير حيت خالتي مشات مع مو في الصباح للسبيطار صافي ومشيت معاها. ودخلتو الشوه؟ لا ما خلوناش ندخلو، ولكن شفنا غير من الجاج ديال الباب. عرفتي كنت تشوف حالتو حياتي والله حتى يضرك خاطرك. والطبيب قال لي ان راه مقطع لي العصب ديال رجلي عمرو ما يقدر يتمشى من بعد. الله اكبر هي حتى الجوكر قويه ديال الكروسه. وي صراحه واخا قبيح ما بغيتهاش ليه. شوف الدنيا صغيره ربي جاب لها العام اللي فات الجوكر قطع البوش فاطم الزهراء العصب ديال رجلي مسكين ودار ليه الكروسه. وشوفي ما دارش عليه العام جاب لها ربي حتى هو اللي قالت لي الضربه ديالو. وهنا فين تعرفي بلي ربي كبير وما كينساش دعوه المظلوم. فهادي عندك الحق، كما تعدى على بوات فاطمة الزهراء جاب ربي اللي تعدى عليه وبنفس الطريقه. عرفتي شنو جبتي القنطه بهذا الموضوع؟ اللي دار الذنب السال العقوبه. اصلا هو كيطير انا عيش ما ننصح فيه ما بغاش يدير عقله، بقى تيطير حتى جابها في راسه. ايوا صافي يا بيبي ما تقلقش ليه نمشيو نضربوا شي دوره في المول. عاوتاني داك المول علاش فين بغيتي نمشي؟ انا بعدا ما تنحملش داك الموت يجي بيا القنطه. وفين بغيتي نمشيو يلا؟ نمشيو للسويقه ناخذ الحبيبه ديالي شي صنيده يلا تكون واعره باقا بميكشه. ايوا يلا يلا على مولانا.
اكرام بلا ما نوصيك انا غنخرج عنده دابا الله عافاك. شوفي كيفاش ديري وخدي ليه الكونطاك وصوري لي اي حاجه بنتك مشيت تهلي في طوموبيلته وصافي. صاحبتي انت هاد الهضره عاودتيها لي 40000 خطره. دابا غير خرجي عنده قبل ما يعيق. انا غنخرج عافاك ما تنساش. صافي شويه عليك. بلاتي بلاتي نعاونك. بشوية عليك. إكرام عافاك حبيبي سير جيبي يدك الصخر من عند باكويا. هي الاولى اختي. ايوا كبقيتي شويه شويه الحمد لله. واخا مرتين هضر لي شي حرير خطير وكيد قدو ديال البارح صراحه والله لا تقني. عرفتي شنو شنو؟ سبحان الله كلشي كيجي معك حتى من المرض جا معك. انت باينه في صغرك كثروا لك من العنب حامض. هاي 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 وليتي كتكلاشيني. انا دابا امنيتي ورجع لي بابا بخير ولا خير. اتصلتي بيه بعد هذا الصباح؟ دويت معاه قال لي لقى شي فرميه تما ظريفه ومسكينه مهر ليا فيه. ايوا انت شنو بغا؟ على السلامه اختي ما كالعاده طيله. وغير سكتي راه لقيت كويو ساد. ويلي صافي ماشي مشكل تا شويه اختي وعاودي رجعي عند الله يسهل عليك. واخا. آي مالكي؟ غير نغزني هنا شويه. خلعتيني يا صاحبتي. اكرام وصلناش عليك ما خديجه النهار. لا رصونات ليا وجايه دابا عندك تشوفك راح نتخدمه في العشيه. ياسين خاصك تمشي دابا. ماما اكرام جايه باش تشوفني ما خصهاش تجي وتلقاك هنا راك عارف. دابا شنو كتزري عليا؟ لا حشومه ما تقول هكا غير ما جات تجي تلقاك هنا وهي اصلا ما عمرها شافتك. راني غير ضحك معاك الهبيله اصلا انت انا خصني نمشي دابا حيت راه عندي شي خدمه. واخا سير الله يسهل عليك. امين. ياك بعدا ما خاصك والو؟ لا لا تسعى ما نقصني والو الحمد لله. المهم ردي البال راسك صافي حتى انت. اكرام بلا ما نحتاج نوصيك كون هاني اخويا. يلا نخليكم تاخذوا راحتكم. اكرام امضر اختي شنو كاين ما تخلعينيش. بصراحه حتى انا بدات كتدخل معايا الوقت اختي. كيفاش؟ هاكي شوفي صورت لك كلشي. شفتي يا اكرام ياك البارح قلت لك بلي هو مول ماسك ورديتيني حمقه ودابا صاحبتي خلينا من هاد الهضره وقولي لي اش نديرو فهاد المصيبه. في نظرك اكرام شنو غنديرو؟ غادي نعيطو للبوليس وغادي نعاودو لهم هادشي كله. شنو هي واش انت حماقيتي ولا شنو بغيتي يعلقنا كيما علق الجوكر؟ اختي وشنو غنديرو دابا؟
نكذب عليك والله اختي ما عرفت. ناري اختي ما عرفت كيفاش هاد الايام كامله هو تيمثل عليا وانا كنضحك ليه بحال شي هبيله. حتى قلنا تهنينا من الجوكر ويخرج لنا هاد خونا من الجنب. اكرام كتسنى شي حد؟ ويلي على كنتسنى شي حد راه داركم هادي. اختي انا ما كنتسناش شي حد ومول فتح ديجا عندي فهاد الوقيته. وصافي وقع لها تكون هالوالده. سيري حلي وما تبيني حتى شي حاجه اختي الله يسهل عليك. تتمشيو نديرو شي حل لهاد المصيب. يا ربي تلطف يا ربي ما كنسى مشكلتي كيبان الاخر. خويا ياسين ياك ما نسيتي شي حاجه؟ لا انا ما نسيت والو، انت اللي واقع نسيتي هذا عندي في الطوموبيل.